يا شيخ يوسف، يعني ساعات كده بيحصل الحكومة سرقانة ونهبانة وواكلة قوتنا زي ما بيحصل دلوقتي. اسمعني بس في النقطة دي عشان دي نقطة متكررة جدا. فأقوم لما باجي مثلا أدخل تكييف، الكهرباء بتاعت بيتي مش متحملة، كل ما أشغل أجهزة الفيوزات تضرب عشان الكهرباء قليلة، فبروح جايب كهربائي. حكومة حرامية واكلنا ونهبنا واكلين قوت الشعب زي ما أنت عارف كل يوم والتاني. فبروح جايبة الكهربائي يوصلني من كهربة الشارع عمود، من أقرب عمود، ويروح مدخل لي كهربة البيت. فكده ما بدفعش فواتير للحكومة الحرامية اللي بتاخد فلوسي تجوعني بيها، وفي نفس الوقت بقى بستنفع بالمصلحة دي. خليني أوصل للنقطة دهيت وأقولها، أقول لحضرتك، هل الحكومة ديت صاحبة المال ولا عامة الشعب وهم أصحاب المال؟ بس عشان يعني عشان بس ايه ما نلفش ونبرر. انا بسال سؤال، الحكومه دي هي صاحبه المال ولا المسلمين عموما او عامه الشعب هو صاحب المال؟ من صاحب المال؟ الشعب. من سيختصمني امام الله؟ الشعب مفروض. يبقى انت بتسرق الشعب، ما بتسرقش الحكومه. ما هو كده كده مسروق، وانا مش انا من الشعب. انا اقف قدام ربنا ازاي؟ وانا اقف قدام ربنا ازاي؟ يعني أنا بقول لحضرتك، لما أنت بتقولي المال الخاص أخف شوية من المال العام، ليه؟ لأن اللي هيختصمني أمام الله واحد، إنما اللي هيختصمني هنا أمم كلها بلا استثناء واقفة كلها بتطالب بحقها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كله بيقول له اديني من حسناته. تخيلي مثلا إن شعب زي شعب مصر فيه 105 مليون أنت سرقتي منهم مال عام والكل هيستنفع فيه، و105 مليون بيقولوا لك اديني. انت فين؟ طب ما هو البعض بيقول لك، طب ما انا من الشعب ده، يعني انا جزء من الشعب، الحكومه اللي هو المفروض الحاكم اللي ماسك امري والمفروض ان هو يديني حقي. هل ده مالي؟ طب ساعتها يتصرف ازاي؟ هو المفروض ان هو يفضل بيعاني يا شيخ يوسف. اقول لحضرتك على حاجه، سيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان بياخد السراج اللي كان بيسرق بيه من بال بيت المسلمين وحطه في الغرفه بتاعته اللي هو بيحتكم فيها او بيعمل فيها، وبالليل وبيكتب امر من امور المسلمين، مجرد ما يخلص ينفخ. طيب ما هو ده حاكم، ده حاكم بيتقي الله. انما اللي بيسمعونا دلوقتي اقول لك الحكام اللي عندنا ما بيتقوش الله. استني يا استاذه بالراحه يا استاذه، استوى كلهم اتيه يوم القيامه فردا. صحيح، ونعم بالله. مش هاجي والحاكم في ايدي، مش هاجي وابويا معايا، كل واحد فعلا الواحد ايه لوحده حاسب امر الله فرد بذاته وبنفسه، يسال امام الله سبحانه وتعالى.